يلا بسم الله. معاني أن الإنسان يتوضأ، يعني سبحان الله العظيم، إذا أردت أن تقابل أنت ضيف تجد أنك تحرص على أنك تتهيأ بأجمل لباسك وتتعطر، ولربما الضيف لن يشم منك رائحة، يعني نتنا قد تجد أنك تستحم وتغتسل وربما الجلسة معه ربع ساعة أو نصف ساعة أو غيرها. باليوم والليلة نحن عندنا 5 صلوات، قد يحتاج الإنسان أنه يتوضأ 5 مرات وقد يحتاج أقل من ذلك. لما يبدأ الإنسان يتوضأ، الوضوء ما الذي يغسل الإنسان؟ يغسل الأطراف، وغسل الأطراف هذه لها معنى، إذا استشعر الإنسان فإنه سيجد لذة في هذه العبادة وهي عبادة الوضوء. سبحان الله. كيف؟ يغسل اليدين. اليدين قد تخطئ ولا لا؟ نعم تخطئ، يقع منها الخطأ. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا غسلت يدينك يتحات الماء، ذنوبك اللي ارتكبتها يداك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني تغسل يدينك الذنوب اللي ارتكبتها اليدين تغسلها. طيب ثم تتمضمض. لماذا؟ لأن الإنسان يتكلم وربما يقول الله قولا لا يرضى الله عز وجل، فكأنك تغسل فمك. لماذا؟ لأنك ستقابل الله عز وجل، فينبغي أن يكون هذا اللسان قد تطهر لله عز وجل، سيقول كلام ليس أي كلام، الله أكبر، كل كلام عبادة وثناء على الله عز وجل. ثم يغسل الإنسان ماذا؟ الوجه، ويحوي الوجه العينين، ولربما نظرة العين إلى شيء ما يرضى الله عز وجل. صحيح. فيحتاج الإنسان أن يغسل عينيه لأجل ماذا؟ أن تكون العينين هذه خاشعة لله عز وجل في العبادة، و يحين منها دمعة خشية لله عز وجل. واو. لما يستشعر الإنسان لذة هذه العبادة. واو. ثم يغسل بقية اليدين ويمسح رأسه والأذنين، لأن الأذن لربما سمع وسمعت ووقر فيها وسم واستلذت مسمعا محرما لا يرضى الله عز وجل. ويغسل الأقدام. لماذا؟ لأنه ربما سارت أقدامه إلى ما لا يرضى الله عز وجل. لما يتوضأ الإنسان وينتهي من وضوءه ويتشهد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الوضوء ما هو سهل. بعد ما ينتهي الإنسان خلاص أنت إيش؟ أنت متهيئ تراك لأي شيء، العبادة ما هي أي عبادة. ولذلك دائما الإنسان غالبا يتوضأ قريب للعبادة، يريد أن يكون تطهره قريب من عبادته، لا يكون طويل المدى. لماذا؟ لأجل أن يستشعر هذه العبادة عبادة يتهيأ لها الإنسان. الصلاة نتهيأ لها بشيء آخر. قبل الشيء الآخر شيخ محمد، يعني الآن أنت ذكرت أن الذنوب تتساقط مع قطر الماء أو آخر قطر الماء، في كل الأعضاء ولا في اليد؟ يعني مثلا الرجل التي مشت إذا غسلها المتوضئ هو يغسل معها ذنوبه التي سار إليها، ومع وجهه يذهب ما نظر إليه من حرام مثلا، والأذن ما استمع إليه من حرام، الكلام ما تكلم به من حرام، على كل الجوارح. هذه من فضل الله عز وجل ورحمة الله بنا، مكفرات الذنوب. سبحان الله. أنا أظن الشيخ الواحد لو استشعر هذا يعني توضأ لكل صلاة، حتى لو كان على طهورة وشيء، تجدد وحرص أن يتجدد لكل صلاة، وجد لذة في الوضوء قبل أن يكون لذة في الصلاة يعني. وذلك شيبان يسمون الوضوء جدود، صح، تجد أنه هو على طهارة لكنه هو يتوضأ عبادة، الله، يستشعر أنه تعبد الله عز وجل. سبحان الله. مو المسألة مسألة ماء وغسل يدين وينتهي، لا هي عبادة، عبادة من أجل مستقلة العبادات. إيه يعني يتهيأ فيها الإنسان لعبادة الله عز وجل. الله أكبر.